بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله بارئ النشم ومفيض النعم ومانح القشم، المعلم باللسان والقلم، ومنزل الأحكام وملهم الحكم، له الحمد من أجل وقدم، وله الشكر إذ هو مفيد، إذ هو مولى النعم. بعث إلينا رسولا من أنفسنا، أنفس العرب والعجم، فعلم وزكى وربى وهدب وتمم وما تلعتم، صلى الله عليه وعلى آله. شهد الله له بأنه على الصراط المستقيم، وأنه يهدي إلى الحق المستبين، وأنه على الخلق العظيم. وزاد فخلذ على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار متمما كاملا، والتبصير هائلا، ولقنه أن يقول أو أن يعلن قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه وكفى بها، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه وكفى به، واجعل صلاتنا عليه وصلة للمكرمات، ومنجاة من الآفات في المحيا والممات، ومخرجة لنا من الظلمات الثلاث: ظلمة الوهم، وظلمة الظلم، وظلمة الإثم. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فنتمم بحول الله ما بقي علينا من خلاصات تتصل بالفصل أو بالباب الثاني من تقدمه الرضية لمحرر ابن عصية. نسميناه تقدم الرضية لأن فيها علوم مهمة، أو التنبيه على أمور مهمة. وهذه الخلاصات بالنسبة للفصل الأول مضت، وهو فصل فضل القرآن، فضل تلاوته، فضل تعليمه، فضل العمل به، وصور الاعتصام به، وقد تقدم بعضها. والأحاديث والآثار التي تدل على ذلك وترشد إليه. الفصل الثاني أو الباب الثاني متعلق بفضل التفسير، وهو من فضل الأصل، لأن الأصل إنما نزل ليفهم، ولا يفهم إلا بتدبر الذي اسمه تفسير، لأن التفسير ثمرة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك نقط يحفظوا نصه وليفهموا فصه. فص هو أجمل ما فيه، لبه، شناؤه، جماله، هو ذلك الفهم الذي في الكتاب. قلنا في هذا الفصل تنبيه على أمور، أولها أن فضل التفسير، يعني شرفه، فضل ما زاد به الشيء على من هو في حكمه أو من جنسه بما يعد خصيصة. تسمع فلان يفضل فلان في كذا وكذا، في العلم، في العمل، في العبادة، في الذكر، في الحب، في أخلاق معينة. ففضل التفسير من فضل أصله، لأن الأصل كلمة الله، والتفسير فهم مراد الله من كلمة، فأنت فهم مراد الله من هذا الخصاب، وهو غاية للتنزيل. تنزلناه لك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته فيفهموها، وليتذكروا الألباب فيعملوا بها، لأن التذكر ثمرة التدبر، وهو يقودك إلى العمل ضرورة. لأن المتذكر معناها أنه استحضر ما ينبغي أن يكون عليه دون حجاب، فهذا لا يحل بينه بالفعل أبدا أي شيء، إلا أن يكون هناك حجب أخرى طرأت واعترضت سبيل هذا النوع من أنواع الفعل. شرف تفسير، كما قلنا، علم تفسير الكتاب أولى ما يعتني المرء به وأجلى، لأنه فهم خطاب المولى، فكان أوفى مطلب وأجلى، أوفى المطالب فهم الخطاب الإلهي.
وما نزله الله تعالى لذلك. وهذا الشرف الذي حازه هذا العلم فكان أول العلوم إنه مقصود لذاته، مقصود لذاته بعض الاعتبار. بقية علوم الكشاف مقصودة لهذا العلم، مقصودة لغيرها. وما مقصود لذاته مقدم رتبة على ما مقصود لغيره، لأن علوم المقاصد أجل من علوم الوسائل، لأن وسائل إليها. هذا الشرف أو الفضل لهذا العلم المسمى بعلم التأويل أو علم التفسير على ما ذهبنا إليه من ترادفهما أو انفكاكهما بالاعتبارين، التفسير يكون لما تعلق بالمفردات الغريب، والتأويل يكون لما تعرض للأحكام والنظم والسياق ودقائق المعاني يكون تأويلا، وترجيح المحتملات. أو أن التفسير يكون لما نقل، لما العمدة فيه النقل، والتأثير لما العمدة فيه إعمال العقل. وهذه نقول نرجو أن نفهم كلمة إعمال العقل في مجال التفسير. فضل التفسير من جهات سبق لنا قلنا، لأن الشيء يفضله من جهات شرف الموضوع وشرف الأثر والثمرة وشرف وشدة الحاجة إليه، الكل ينتظره، ووثوق الأدلة التي فيه. إذن هذه تسمى حيثيات التفضيل أو جهات الأشرفية. كل هذا الشريف قد أشرف منه نظرا لهذه الحيثيات أو الجهات التي لو نظر الناظر إليها لوقف على سر الشرف، سر الشريف، لماذا كان كذلك. أما شرف الموضوع فهم كلام الله، اسم هذا اسمه الحكمة، كما سيجي هنا في كلام أبي العالية. وحكمته من أوتيها فقد نمت فضيلته. قال أبو العالية الحكمة هنا فهم كلام الله أو الفقه في دينه، وأصل الدين هذا الكتاب، فرجعت للفهم في الكتاب. الحكمة ثمرة المعرفة. من جهة ثمرته هو اللي قلنا بلا ثمرته إيصالك إلى السعادة وإلى المحبوبية، إلى مقام الأحبية. إن الله يحب أن يعرب كلامه، كما سبقنا في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى في المسند والبيهقي في شعب الإيمان، وفي أهربوا القرآن والتمسوا غريبه فإن الله يحب أن يعرب. ثانيا كونه محبوبا يقتضي كونه مطلوبا. الله يحب شيء ولا يطلبه منك. الله يحب الصابرين اصبروا. الله يحب المتقين اتقوا. الله يحب المخبتين اخبتوا، في التناء. والمحبية تبدأ باستحباب الفعل إلى إيجاب الفعل. ومن حديث الولي في صحيح البخاري من غرائب الصحيح، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أحب مما افترضته. فتتعلق الأحبية بدرجة الافتراض، وبقدر ما تكون العبادة عالية الرتبة في المطلوبية كالوجوب تكون درجتها في الأحبية. ولذلك لا يمكن أن نصل إلى المحبوبية بالنوافل ما لم نقطع درجة المحبوبية بأداء الفرائض بأحب إلي مما افترضته عليه. والفرض هنا قسمان، فرض الفعل وفرض الترك. فكل اسمه الفرائض، هذاك الفرائض اللي نحن نفرضه كذا، هذه الاصطلاح فقهي. ما الفرض؟ ما وجب بالدليل القطعي، سواء وجب عليك تركه كالمحارم أو وجبك فعله كالفرائض الكبرى والمكارم، تخلق بالمكارم الكبرى. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، معنى حتى أكمل درجة هو يتقرب إلي بالأحب حتى أحبه. فإذا أحبته كنت كذا، وهذا عطاء الله وما خص الله به وليه حين يتحقق بشرط الولاية وتتوالى الطاعة منه دون تخلل معصية. ولي
الذي يوالي الطاعات دون تخلل معاصي. ويكون مقامه مقام الحفظ، وهو شبيه بالعصمشي مع بعض فارق بين مقام النبوة ومقام الولاية. أنا كنت سمعه وبصرة. فإذا الله تولى منك هذه الجوارح الكاسبة لأن قلبك عمر بالمحبة، فلا يكون منك إلا ما يوافق المحبوب، هذا أمر طبيعي. ولك تمك غفوا كذا يكون إجري عليك قوله تعالى: إذا مسهم طائف من تذكروا. ما قالش إذا مسهم الشيطان، قال طائف منه، خيال منه ما يستطيع وصل مس، والمس أدنى إصابة، والطائف خيال أبعاد من المشار الحق. إذا أن هذا المسيس هو نوع تقدير، محاولة تقدير من طرف وساوس الشيطان، ولن تصل إلى بويتها مدام الأصل وأصل. قلنا وشراء شدة الحاجة إليه هي أيضا من حيثية الشريف، حين يكون العلم محتاج إليه حاجة شديدة تكون مرتبته بحسب ذلك، معناه شدة النفع به وعظمته. ويكفي في النفع هنا أنك أن تعرف ماذا يريد الله أن يقول لك، أن تعرف مراده منك ومطلوب، وأن تعرف الناس بهذا المراد. فهذا علم التفسير، سواء تحصيله أو توصيله للناس، كل هذا يجعله علم شريفا، لأن الحاجة تماس إليه. وسيجي هنا مثال هذه الحاجة في كلمة إياس، وهو من مواد هذا الفصل. إياس بن معاوية، عندكم هذه الشخصية ترجمان، وإياس بن معاوية وإياس المعروف بالدكة الذي يضرب به المثل، فيه قال: أذكى من إياس، أو هو في الدكاء كإياس. والذي جاء في شعرها بشمام معروف: إقدام عمرو في سماحة حاشم في حلم أحنف في دكاء إياس. هذا أمثلة لمن بلغوا في هذه، إقدام عمرو ولا شجاع من عمرو، سماحة حاتم جود حاتم الطائي في حلم أحنف، يقول أحلام من أحنف من هنا. إياس بن معاوية بن قرة، هذا خرج له البخاري تعليقا، والإمام مسلم في الأصول، فهو من رجال مسلم. ويقال فيه الذكي الزكي، هذا إمام أبو واتفلة البصري، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس، هذا الذكي مثل للذي يعلم التفسير الذي لا يعلمه. وهذا المثال يتضح شرفه، ولذلك الفقيه عندنا سيدي بن عطية أدرجه في مواد في شواهد الفصل، وهي شرف علم التفسير. قال سيدنا إياس قريبا من نصه: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه، يعني لا يفسره، ما عنده تفسيره، كمثل قوم اجتمعوا في بليل وجاءهم رسالة أو كتاب من ملكهم وأميرهم ليعلموا ما فيه. يمكن يجيئهم كتاب من ملكهم وأميرهم ليس له بال ولا شأن، فتحيروا، دخلتهم الروعة الفزع بسبب أنهم لا يعرفون ما في الكتاب. قال: هذا مثل من عنده الكتاب ولكن لا يعرف ما فيه. ومثل الذي يفسره: مثل رجل جاءهم بمصباح فأضاء الكتاب وأطلعهم على مراد الملك منه. هذا كلام تاع إياس، شو الذكي كيف ضرب لعلم التفسير مثلا بالمصباح الذي ينير ما في الكتاب، وبالتالي يحصل الأمن لمن بيده الكتاب، لأنه عرف مراد الأمير منه، القائد منه. لذلك ذكر هذه المادة في إياس. وهذا نص صحيح: جاءكم من الله نور وكتاب مبين. عندما جعلها النور هو هذا الكتاب، فيكون هذا من عطف المرادف على قول: جاءكم من الله نور وكتاب. وقيل النور محمد والكتاب رسالته، وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل القرآن. سئلت عائشة عن خلقه فكانت: كان خلقه القرآن، هو كان قرآنا صلى الله عليه، مثل القرآن عمليا صلى الله عليه وعلى آله، فما ترك شيئا مما دعا القرآن إليه وتمثله صلى الله عليه وسلم.
وما تشرك يمين ما نهى القرآن عنه إلا وتجنبه آية صلى الله عليه وسلم. فكان مثالا للكتاب، شرف الكتاب. إذن إعرابه محبوب، إعرابه محبوبه. إذا كان إعراب القرآن وهو ينطلق هو على تقويم اللفظ، لأن هذا الإعراب هنا ماشي الإعراب للصلاح عند الوعي، هو معرفته مواقع الكلم في النظم والتركيب، هذا فاعل هذا مفعول به، هذا شابه هذا معطوف، أكثر من ذلك هو تقويم الأداء أولا، تقويم اللفظ بالقرآن شي يكون هنا، هذا من إعرابه، تصحيح الألفاظ، تصحيح المخارج، تقويم المدود، تقويم شناجي هذا، ضبط الأداء من إعرابه، ضبط النظم، هذا مرفوع هذا منصوب كيف هو، توقي اللحن في الكتاب جليا وخفيا، تقول الخفي هو الذي لا يغير المعنى والجلي الذي يتغير معه المعنى والدلالة. كان تصير الضال دال وللدالين، واش الضال والدال شحال بيناتهم بالسماء، هذا ضال وهذا دال على الطريق، عندنا حتى في الدارجة عندنا غير الصوتيات تتغير المعنى. شوف شي واحد يقول سيدي وافقنا في السحور، وقالوا داروا ليه السحور الا يرقق تيتغير المعنى، هذا يفطر ياكل البركه وهذا بيدوا ليه البركه في داك الشيء. اصوات لغه تتاثر باش باللحن اذا فشل، لذلك تقويم اللفظ، ولذلك عنايه علمائنا ومن علوم القران علم جويده، علم ترتيله، علم ترتيله قبل علم تأويله. والترتيل هنا أعم من أن يكون فقط غير صحيح الألفاظ والمخارج بمفردة، وإذا ركبت وإذا نظمت توقي اللحن. أنا أول علوم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، هذا الخاقاني رحمه، وأول علم الذكر إتقان حفظه، وهذا من إعرابه. ويدخل في إعرابه ما يعرب عن معانيه أي يفصح عنها، فالوقوف على معانيه والتدقيق فيها ومعرفة مراميه ومغازيه هو أيضا من إعرابه، والله يحب أن يعرب كلامه. وفي معناه حديث المأدوبة، وهو أيضا يعني ثابت بسند حسن، وهو إن هذا القرآن مأدوبة الله خلاف لمن ضعفه، وفي إن كل مودب أو مؤجب يحب أن يؤتى أدبه، وأدب الله هذا الكتاب، فالله يحب أن يحمنا أجبوه، أي ما يدعوكم إليه من مأدوبته. المأدوبة والأدب بمعنى واحد، مأدوبة هي ما يدعو إليه الآدب، الآدب هو الذي يدعو إلى الطعام في الأحفال، لا نرى الآدب فينا ينتقر، هذا في الألفية في المعلقة، ندعو الجفالة لا نرى الآدب، يتمدح باش بأنه إذا أكرم أكرم الكل، وهو لا يتخير إذا دعا الناس، فهو يدعو الخاصة والعامة إلى مآجبه، يدعو الجفالة كل الناس، لا نرى الآجب فينا ينتقر، الآجب هو الذي صانع الطعام. فمأجوبة هي هذا الغذاء الإلهي، ولماذا شبه بالغذاء هنا؟ هو إكرام إلهي، لأنه يغذيك، هذا مدد للعقل، ويغنيك، وهذا مدد للروح، فهو نور من جهة وروح من جهة. الروح تحركك والنور يبصرك يعرفك بمواقع الحركة، هذاك تيحركك، ولكن ماشي من تيحركك فقط مواقع تعرف الجدير لا، تيعرفك ثاني أيضا بمواقع التحرك، أين تسير وأين لا تسير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذه الآية وين جاءت السجادة؟ في سورة الشورى، وسورة عقد الحواميم أو آل حاميم، سور آل حاميم على صحيح التسمية. وهذه الوسطى فيها طالعات متفرجة خماسية بحال كفاية عين صار، كفاية عين صاد،
حميم عين سين قاف. وهي فيها الوحي إلى محمد، كل الشمس يعرج الوحي إلى محمد، الوحي الخاتم. فكان من رمزه هذه الطالعة متفقة. ثم خصت الوسطى بزيادة عين وسين وقاف للدلالة على صور الوحي الثلاثة، وهي في الصورة تقرأ: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به، وكلها مرموز لها في عين سين قاف. وإن شاء الله في حينها، حين نصل إليها، نجلي ما يسر الله من أمر هذه المطالعات المبهرة التي هي محل تدبر كما سنرى، وليست من المستأثر، وإنما هي من المتدبر، يدبروا آياته والمستثني، وقلنا دخلها من المتشابه دقلا من سنسميهم، ومنهم الإمام الشعبي رحمه الله، سير الله فلا تطلبوه، لأنه كان من المتورعه الذي لا يقول تفسيره، لذلك التفسير عنه معدود. ونجيب أسباب التورع في التفسير عنده من ذهب إليه. رجعوني إن شاء الله. أش قلنا في ذاك النظيم؟ الأعرج تعاش هذاك النظم، رأيت نعاونكم به، لو شي واحد خصنا نوزنوه، شي وزن شي لحم ولا شي حاجة وتفرخ مع هادشي، هادشي راهي تنعاونو به، طلبها شي شي مادام قابلين علينا تنبيعو معاهم ونشريو بهاد الطريقة هادشي. ها ولا لا شي، ياك القرآن مأجوبة الله، تقبلوا من مأجوبته ما استطعتم وما قدم إليكم، هادشي اللي كاين. إعرابه محبوبه، وإذا كان محبوبه فهو مطلوبه، مطلوبه منك، يطلبه منك أن تعرب الكتاب. أيوا يدوم شي واحد قال لك اسيدي انت تمشي تقرا تجويد شنو دير؟ ولا ودي تنتعاطى واحد العباده محبوبه لله. اه تقول له كيفاش شكون اللي عطاني الدين؟ والحديث الصحيح في صحيح مسلم ما اذن الخير، شي واحد يقول هذا الله اعلم ضعيف، شي واحد مسكين حتى الان في هذا العصر يعالج الاسانيد ويعقب على الائمه. عارفين فين نوضعوا الضعيف، نوضعوا الموضوع فين، عنده المواهي وفين نوضعوا المسائل كلها. جابها ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهرب، صحيح مسلم. أذن يعني استمع، ما استمع الله لشيء مثل سماعه لمن يقرأ القرآن بهذا الصوت، يقرأه مقيما مؤدن. أنا شيء تعطى واحد العبادة محبوبة لله، هاش اللي يقدر يقول لك ودي، ويقول لك حسن القصد، إحضار الرياء مثلا، إحضار التظاهر، لأن هذه عبادة، العبادة كلها مطلوب فيها قصد التقرب إليه. ولكن إظهار المهارة من الشباب تنافسا في الخير هذا راه جائز. عندكم تكون من الناس اللي تضاد عندهم المطالب والمقاصد، بالك. قلنا سيدي إعرابه محبوبه وحكمته، حكمة الله من أوتيها، من أتاه الله الحكمة. ولقد أتينا لقمان الحكمة، المؤتي الحكمة الله، هو الذي ألهمك هذا الفهم، وألهم من الذين ألهموك أو علموك. من أين جاء؟ كل من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هي منها حكمته، من أوتيها فقد نمت فضيلته، نصبح يقال فيه حكيم. والحكيم هو الرباني الذي اشتق له من اسم الله وصف كريم كما اشتق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقصد الشرك ابدا، ان كل في مقامه، كن على ما يليق به. قول السيد كريم تقول الله كريم، شحال الفرق؟ واخا الله موجود وانا موجود، شحال بيناتهم؟ بين العدم والوجود. لا، اذا ما تكونش عندك الذي يتعلق في الشرك وكذا بالالفاظ ولا يدري حقائقها، بالك. إذا قلنا سيدي من أوتيها فقد نمت فضيلته، وعارف به حقيق أن يقال في وصفه العالم قالها العوال، ومنهم الإمام علي والذي قالها، قيل له تصف جابر بن عبد الله البجلي، صحابي الصغير، طبقة الصحابة الصغار، تصفه بالعلم، وأنت أنت علي له مقام، من منزلة هارون من موسى، والحديث الصحيح سيدنا علي الصهر الولي، ما تبعش حديث الولاية تحت بالنسبة
وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله لا تكاد وإفراد الله. ابن النسائي رحمه الله خصائص علي الإمام من السنن، صاحب السنن، فرد له كتاب اسمه خصائص الإمام علي. لا أحد ينكر فضله إلا موسوس أو حاسج. قيل له تصفه بالعلم، قال لأنه كأنه يقول له جدير بجالس، أنه يعرف تفسير قوله تعالى لا يعدد، يقول من إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى بعد. يعني هذه الآية المحتملة استطاع أن يصل فيها إلى معنى هو المراد في حسب الإمام علي. ويتفر بنا رادك إلى معاد، إلى رادك إلى مكة فاتحا. وهذا الترجيح للناحية كانت محتملة، المعاد محتمل إن الذي فرض عليك رادك إليه، لأننا كنا نعود إليه، إلى الله المصير، إلى الله ترجعون، إلى الله نعود، نعود إليه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لرادك كان الاحتمال، احتمال بالموت، وفسرت، قال ابن عباس وفسرت بمكة، وفسرت بالقيامة، فرجع فاتح، لرادك إلى مكة فاتحا، لا معادك، مولدك، وستعود إليها ماشي كما خرجت مضطهدا، لا لا، مؤيدا لا مضطهدا. قال هذا يعرف هذه الآية، فهو العالم، فجعل من عرف آية حقيقة بوصف العلم. فكيف من عرف آية؟ إذن هذا يدل على شرف العلم، مهم شرف هذا العلم، بحيث صاحبه حقيقة يقول فيه عالم. هتقول يوم من جبل إمام علي، ده هو شباب القرآن، حين يقول الله تعالى في تسجيل آية الأمثال، وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها. والأمثال موضوع من موضوعات الكتاب، فالذي يعقل الأمثال ويفهم مواردها ومضاربها وما ورد منها عاقل، من عاقل عالم، لأن العلم عقل المعاني، تحصيل المعاني المرادة من ورد هذا اللفظ المشتبه المحتمل. وكذلك أخذها من قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذن الذي يدرك الحق من علم الكتاب حقيقة بما قال فيه أوتي العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويجي إلى صراط الله. إذن الذين يدركون القرآن ويقفون على الحق فيه، والحق فيه ما وفق الحكمة، الحق ما وفق الحكمة، والصدق ما وفق الشيء في ذاته، ما وفق الواقع. نخشي إن شاء الله تجد مصطلحات صغيرة منطقية وعلمية ومطابقة للغة الكتاب. وعارف به حقيق أن يقال في وصفه العالم قالها الأول، قال الصحابة الأئمة ومنهم إمامهم إمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه. ثم قلنا ورحلة تحمل قل يستهان به له لما مقام فلتعان. الرحلة إليه، عندنا واحد الموضوع صغير ثم نقل فيه واحد الأثر عن الشعبي يقول في مسروق، عن مسروق، شو كان هذا مسروق؟ مسروق بن الأجدع الكوفي أبو عائشة إمام الدنيا، هذا فقيه وثقة وثبته مجمع على جلالته، روت له الجماعة كل الأئمة الستة رووا له موثقا. يقول عنه عامر الشعبي، عامر بن شراحيل، هذا درك 500 من الصحابة، عامر بن شراحيل الشعبي، وهذا أيضا من المتورعة قليل القول في التفسير، هذا كان يخرج باذان وهو أبو صالح من أذنه يهزه يقول له تفسر القرآن وأنت لا تحفظه. هذا الشيء هنا أنه كان يطعن في أبي صالح وفي آليته للتفسير. يسمع الناس يقولون أتي حظا باذان، أتي حظا من علم الكلام، من علم الكتاب، فكان يقول أتي حظا من الجهل بالكلام،
كان يرد عليه من الشبيرة من ورائه من جهة وتشدده من جهة وإن شاء الله نفع الله بمجهب هؤلاء المتشددة أحيانا. الرحلة إليه تدل على شرفه، لأن السلف الأوائل ما كانوا يرحلون في طلب العلوم التافعة، فرحلتهم لطلب آية مسروق هذا ضل عنه معنى آية، فقيل له إن الذي يفهمه عرف سبب نزولها في البصرة فرحل إلى البصرة من الكوفة إلى البصرة، فقيل له إنه رحل إلى الشام أجل يجل رحل إلى الشام، فتجهز للرحلة ورحل إلى الشام إلى أدركه فعرف هذه الآية. فقيل نجاب قيل الرحلة تحمل، ولكن قيل ورحلة تحملون يستهان به، يعني يستهان بالتحمل وبالمصاعب من أجل إيش؟ علم، ولو العلم بآية، هذا يدل على شرف هذا العلم. في ذلك أورد هذه المسألة ضمن المواد التي وشواهد الفصل، شواهد الفصل حتى تعلموا أن هؤلاء الناس لا يريدون، لا يشقون آثارنا هكذا، لا علاقة لها بالترجمة ولا بالمعنى. ورحلة تحمل قل يستهان به له، أي للكتاب، لما مقامين نجل مقامه، فلتعاني أنت مثل هؤلاء الكبار فتسافر وتسهر وتتحمل، إنما ماشي فقط الرحلة هي للتحمل، تسهر باب الصمار في طلب العلم، وهذا في كتاب العلم صحيح البخاري. والصمار يعني ترك مستلد من النوم وما معه من أجل الطلب، من أجل التحصيل، من أجل حفظ الكتاب. علم به نور وأمن، قال الله قد جاءكم نور كتاب الاشتباه، هذه أخذنا يعني لخصنا فيها كلام ما سبقنا من مثال إياس بن معاوية الذي مثل عالم بالتفسير بمال بالذي عنده مصباح متى ما أراد أوقده وأسرجه، وذا قال مثل الذي عنده تفسير مثل جاءهم بمصباح ليطلعوا على سر الكتاب ما فيه وختمه، فيوقفهم الكتاب على أنه فعلا من الملك وفعلا فيه كذا، ويخاصبهم بأداء كذا وترك كذا وانتظاره في يوم كذا، ولهم معهم موعد وينبغي أن يتحملوا كل وقفهم على جي. كيف كان الكتاب بالنسبة إليهم شيء مرعب ومصدر رعب، ارتاعهم عرفوا أنه جاءوا من الملك، ولكن يدرون مطالبه ومراداته ومقاصده لكن أنا علم به نور وأمن، أمن لك حين تقف عليه وتقف على مقاصده ومصالبه يحصل لك بهذا النور أنس الإنسان يكون في ظلام دامس يكون فيه رعب، لا يدري أن يضع أقدامه ولا أين يتجه ولا من الذي يجيء هناك ويتلبس بالظلمة يتربس به، فإذا أضاء الضوء وطلع الصباح أو قد السراج ظهر كل ذلك وحصل له أمن وأنس بسبب هذه النار. علم به نور وأمن، قال الله قد جاءكم نور كتاب الاشتباه ترتيلنا لخدمة الفهم، اسمع هذا البيت، ترتيلنا لخدمة الفهم وجب ومن يهد الذكر فاته العرب، هذا من جبناه من الأثر الذي ورد هناك وهو قول ابن عباس الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي يهد الشعر، معنى لا يفسر هنا ما يرتلش. والترتيل عندنا اسمحوا لي أنا قشمان، ترتيل في الاصطلاح العام وهو قراءة مفسرة المتأنية التي يتم بها إخراج الحروف من مخارجها وتوفيتها حقوقها ومستحقتها إفرادا وتركيبا. لكن كان هناك ترتيل آخر، لأنه لماذا هذا الترتيل؟ من أجل إتاحة الفرصة للعقل ليتابع المعنى. شو ما يقرأ؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقرأ بما تقتضيه القراءة السليمة والصحيحة من مد في محله ومن تخفيف في محله ومن ترخيص في محله ومن تشديد في محله ومن غنة في محله، هذا تعطيه حد فسحة للعقل ليتابع. ولذلك انتبهوا لقول الله تعالى في تعليل مطالب الأداء ورتل القرآن ترتيلا
سؤال لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما علاقة الإخبار عن القول والوحي هنا بأنه ثقيل وبين مطلوبية وبين الأمر بالترتيل؟ لأن الترتيل يسهل فهم الكتاب، يسهل. وهذا قول الإمام الخاقاني في الباكورة: وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبتنا فيه، من مكتنا فيه واللبت، أو من لبتنا فيه والمكت. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبتنا فيه، ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه الدين العباد إلى اليسر. كأنه يرى أن الترتيل الذي هو مرتبة من مراتب التجويد هو الأفضل، لأنه يعينك على الفهم. والحذر يجوز لك أحيانا رخصة من أجل أن تستذكر وتتعهد وتحفظ. فكان هذه المراتب لها مطالب، أو هي مطالب لمقاصد. التدوير له مقاصده، الحضر له مقاصده. قال: ومهما حضرنا درسنا، أي قراءتنا، مهما حضرنا القراءة، درسنا القراءة، فمرخص لنا، اسمه رخصة، ما العزيمة هي الترتيل. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكتنا فيه والفكري، رأيي والفكري. ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إدين العباد إلى اليسر. هذا الإمام باكورة العبلة. ترتيلنا لخدمة الفهم وجب، ومن يهد الذكرى فاته الأرب. اللي تيهد القرآن وتيدمج بعضه في بعض حتى الحضر لا يقرأه بشرطه، إن من شرط الحضر حتى وأنت تسرع في القراءة لغرض التعهد أو غرض حتى لا تنسى الذكر، أو لك ورد معين تريد أن تقرأ فقط، تقول عندك الغرض هو تكثير المقروء. لابد أن تكون هناك ضوابط، ما تدمج، لا تدغم في غير محل الإدغام. وجعلنا من بني، اللام لا تدغم في النون أبدا. وجعلنا من، تولي عندك الإدراج وسيلة إلى الإدماج الغير جائز. ثم إلى القصر، إلى قصر ممدود ولو كان أصليا، وهذا بطر. يقول: قال الله هذا بطر، بطر أصول حروف المد، وهذا مغير للمعنى، لأنه من أشواه اللحن، من أفسد اللحن. هنا لحن البطر، بطر ماشي غير واحد درجة من درجات المد، زيادة نقص درجة نقص مرتب، لا بطر. ترتيلنا لخدمة الفهم وجب، أنا وجب لخدمة الفهم. ومن يهذ الذكر، الإنسان يهد الشعر ويعاب. أهدرك هذا الشعر؟ يا رب الأخ، الشعر ده ولا يهد؟ تودي تقرأ قراءة شعرية حين تهده، هد الأعرابي يدري. قال: والأعرابي ماشي شاعر. حين يقرأ الشعر يحفظه على طريقته في السرج، فيدمج ويخلط ويدخل ويعوج المخارج والحروف والمدود ويرعج ويتغنى على طريقته بقراءة الشعر كيفما تيسر له. فهذا كله شأن الأعراب مع الكتاب، مع الشعر. فكيف حين تجعله مع القرآن اللي هو ذكر، وبين الذكر والشعر نسبة التضاد، خصوصا إذا كان جاهليا. إذ الإسلام لا يخصم الموضوعات، لا يخصم البيان، وإنما هو خصم لموضوعات العدوان والفساد. قال الشعراء: كما الغاوون ألم ترى أنهم يبينون، لا، أنهم في كل واد يهيمون، يقولون في أمور الهيام، هيام والحب الضائع، خمريات، نسيب، شبيب، أمور كلها إنما هي إشارات وفتنة. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الحماسة مزيفة، تظاهر بالشجاعة ولا شجاعة. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إذن الإسلام خصم للموضوعات غير الصادقة والمشيعة للفتنة. أما البيان فقط مدحه صلى الله عليه وسلم، قال: إن من الشعر لحكمة، منه حكمة، فمدحه. قبل قال: إن من البيان في موضوع الشعر لسحرة، معنى لسحرا حلالا،
تتشمو البيان الشعر الشعر السحر الحلال نقوشين هذه نحن والد الشعر حلال هذه مسألة فيها تشبيهات تشبيهات خرجت على هذا النحو وهذا تاع علماء في الأدبيس قال واحد الشناقشة من نظم الرسالة نظمها غير للطلب ولكن هو يرى نفسه أنه ليس فقيا وإنما كان مشغولا بعلم البيان فقال ولم أكن جودي لهذا الفن وما علي عتبه لأني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هداني لسحراني يعني هو سحر بالبيان بعلوم البلاغة وبعلوم اللسان فقال هذا فتناني عن الفقه فنظم الرسالة كلها في ألفيته وغذا وقال هذه الأبيات بيقول جماعة لم أكن جدي لهذا الفن وما علي عتبه أو لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان نعم شد ثم الفقيه كله ذاك الذي يرى له أكثر من وجه احتذي ثم الفقيه كل الفقيه ثم الفقيه كله افتح كل الفقيه وإن كان هنا تضاف إلى ظاهر أحسن لكن هذه من ظاهر الشعر ثم الفقيه كله هذا ماشي تأكيد ليه ثم الفقيه كله ذاك الذي يرى له أي للقرآن أكثر من وجه وهذا مأخوذ من الآثار اللي هو عن سيدنا عبد الله بن مسعود أو سيدنا أحد الصحابة يقول القرآن ذلول حمال ذو وجوه ذلول حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسنها ذلول معنى ميسر من حيث تلاوة ومن جهة الفهم حمال لمعاني فتخيروا من معاني أحسن تبعوا أحسن ما أنزل إليكم أحسن معاني ما هو كله منزل حسن يعني في تخيرات هذا التخير في المعاني وجينا ذلك التخير مدن عن النبي إن شاء الله بحلق بلدنا أنت تخير من معاني المعاد عوده إلى مكة فاتحا بدل من تقول رده إلينا الذي فرضه القرآن أنزل عليك الوحي سيردك إليه جائش ففي تذكير رسول الله وإعلامه بالرجوع إليه ولكن لردك إلى مكة فاتحا قال الضحاك بن مزاحم وهو من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس ولكنه رتبته نزل عن درجة عكرمة وطاووس وسعيد بن جبير ومع ذلك قال هو إن هذه الآية نزلت على رسول الله هو في طريق الهجرة اشتاق إلى مكة فالتفت وكان بالجحفة فنزل جبريل يقول الذي فرض على القرآن ردك إلى ما فكانت هذه الآية مدنية أو ما في حكم المدني في القرآن المكي لأن سورة القصص مكية سورة القصص ألف لام ميم عفوا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلوها عليك هذه سورة مكية باتفاق ولكن هذا لا يمنع من وجود مدني فيها ومن هذا الذي قيل فيه أو يكون لها حكم المدنية ولو كانت مكية معنى أنه كان هناك كذكر الجهاد أحيانا في الصور المكية فيما يسمى بالإعداد وتكون القرآن القريب من الهجرة كان فيه ما يشبه أن يكون إعدادا لأحكام المدينة فنجد الذين جاهدوا فينا دينهم سوى انتهي بصورة مكية كان فيه الإعداد لأن الهجرة هي في نفسها كانت جهادا وكان النبي أمر ساعتها بالهجرة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سوى الظالم المحسن إذا قلت ثم الفقيه كله ذاك الذي يرى له أكثر من وجه احتذي تبع الأثر والحاصر العي من قد انقطع لعجمة تحجب من عن نور صصع الحصر هذا عيب في اللسان ويكون في الصدر حصرت صدورهم يكون في اللسان وغالبا حصر اللسان يكون من حصر اللسان يكون من حصر الصدر يضيق صدري ولا ينطلق لساني فهذا منه إن هذا بيان عما فيه دي. وإنما جعل اللسان على الفؤاد جليلة العي الذي عياه الفهم في القطع والحصر العي من قد انقطع بسبب العجمة تحجب عن نور شرطة
يعني هذه العجمة شكون اللي ذكرها في الشاشة؟ سيدنا الحسن. الأهلكتهم العجمة فضلت عنهم معاني الكتاب، فترى الرجل حائرا لا يدري محامل الآي، فيفتري بسبب العجمة، يفتري على الله شي حاجة ما فهمهاش ثم قدرها. وهذا هو التفسير المذموم بالرأي اللي غادي يجينا فيما بعد، ما يذموا من تفسير القرآن بالرأي، الرأي الذي لا يستند إلى أثر ولا إلى نظر. تقول نظر هنا معناه نظر العلماء بمعاييره، تنزل على ما يقتضيه اللسان والبيان وعلى ما يقتضيه المنقول عن الأعيان من علماء المادة علماء التفسير. والذي نشوفه بأن إمامنا سيدنا بن عاصي التزم بهذا المنهج المزدوج، ثنائية الأثر والنظر، والذي ستلزمنا جميعا لنا بأن حتى النظر كان أصله الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيجون أول المتدبرين في الكتاب، هو صلى الله عليه وسلم أعمال نظره لأن الله قال له ليتدبروا آياته، فلا بد أن يتدبر النبي الكتاب، لا بد أن ينظر صلى الله عليه وسلم ويجتهد في تدبر الكتاب لأنه مطلوب منه ذلك. ولذلك استخلص السنة معظمها من الكتاب تدبرا، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، سنة من الكتاب وشرح للكتاب، والذي رسخت قدمه في علم السنة وعلم الكتاب يعرف هذه الصلة، يعرف هذه العلاقة بين السنة والكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين ورأسهم وسندهم وإمامهم، ومع ذلك يجيون أنه لم يفسر القرآن كله لعدم الحاجة إلى التفسير، ولأنه لم يكلف بتفسير كله. هذا جواب بسيط، كم فسر؟ مقدار المفسر من صلى الله عليه وسلم؟ أجينا إن شاء الله الحديث عن هذا، وإن كان أشار إليه إشارة خفيفة في صدري الموضوع الثالث، هو موضوع الكلام في التفسير والجرأة عليه ومراتب المفسرين، عنوان ترجمة لثلاث مباحث سورة في فصل واحد. هذه يجينا إن شاء الله، أنا ما نزرعوش حنا غادي باش نديروا حنا دروك تنخيطوا هذه الفصول المقدمة باش يكون الناس يجتوا بشوية مقدمة، لأن عندي لابد من تفهموا الصلة بين الفصول والأبواب. الفضل الأصل القرآن هو الأول، دون تحصيله شو بيت تكون بلا ما ترتلو كيفاش غادي تأوله، ثم فضل تأويله لأنه مراد للتأويل والفهم، ها تحصيل الأصل ثم تحصيل الفضل، ثم انتقل منه. من أين جاءنا الفضل؟ الفضل للأوائل الذين حافظوا لنا الذكر وحافظوا لنا الفكر تأملا في الكتاب وعلى سننهم نسير، حتى اللي زاد شي حاجة ولا أعطاه الله شي إلهام راه منه. قال لك حوار جرى بين البحر وبين السحاب، قال يا سيدي السحاب حين يمطر البحر يقول البحر تمن علي وفي قطراتك مني أنسيت يوم طعت بخارا من علي سطحي، أنا الأب أين برك بي؟ نسيت علاقة الماء العذب ماء السماء بالماء الملح بحرا، أرد بالك هذه تلك الأمثال تضرب للناس حتى في عالم الشهود. قالوا سيدي علاش الواد من تيحمل الماء من تينزل السلتي ثم غادي تيقلب فين تيقلب على البحر بيخوي فيه، قالك تيقلب على الوالد ويسلم عليه كون هو وذاك البحر. الدورة المائية دوائر الوجود هي هندسة الكمال. عقلوا علاش حنا تنعطيو الشفنج للكسول، وهذه الصورة هذه الدائرية هي على هندسة الكمال، الدوائر هندسة الكمال. ولبعض العارفين كلام في الدوائر، وكان عالم بعلم الهندسة، قلت الوجود كله يقوم على الطواف، الصورة التي يطوف بها المتنسكة في الحج، طواف الملائكة في العالم العلوي. والحصير العي من قد انقطع لعجمة، العجمة عندنا البسيطة الأولى فين كينا في اللسان، عجمة اللسان بسبب عدم معرفة العربية سليقة، دخل الأعاجم العربية ولم يصبروا حتى يتعلموا فتكون له ملكة بالمدارسة بالتعليم، فلما عندوش العربية سليقة.
بغيئا أن يأخذ إليها طريقة، كما يقول من أن يأخذ لها طريقة لترسخ في ملكة حول إليها بالمدارسة. لكن إذا فاتته هذه وفاتته هذه وتشبت بالعجمة وأراد أن يأخذ مقاعد الذين ينظرون عن طريق النظر استحقاقي عن فهم، فإنه لا يمكن ذلك. قال أهلكتهم العجمة فحيرتهم وأفسدتهم وجعلتهم يفترون على الله حين تقول هذا مراد الله وليس مرادا، وهذه الآية محملها كذا وليس كذلك. إذن تفتري، هذا مقام المفتري. ولذلك جاء من قال في القرآن برأيه وفي رواية بغير علمه، والصحيحة في سنن الترمذي بسند حسن وصححه بعض أهل العلم، في ابن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده ومن النار. هذه فقط أخطاء التي أوردها وحديث ضعيف، ولكن في باب الوعيد يجوز هذه الرواية. سبق لنا هنا ورويزيد وروي الضعيف لا إذا يشتد في الفضل زيد في الوعظ ثم الفضل زيد ثم القص في الوعد والفضل وقص حد أو عد وروي الضعيف، معنى يجوز لك أن ترويه دون بيان ضعفه بشرط لا يشتد، هذا هو القيد. ومعنى يشتد أن يكون واهيا، ضعيف جدا عندهم هو الواهي أو موضوع وهو شد منه ضعفاً، هذا جوج جنبه ويدخل خمس بينش ضعفته لا يلزمك، وخصوصا فاش في هذه الموضوعات الثلاثة المواعظ والفضائل والقصص، في الوعظ والفضل وقص عدوا هذه المواطن لما يجوز فيها الرواية. محجوب عن فهم الكتاب بالعجمة اللسانية، ومحجوب عن فهم الكتاب بالعجمة القلبية، نعوذ بالله. كان مراد سيدنا هاجي ألكتهم العجمة، عجمة القلب، هو أنه غير مستعد لتلقي الفهم ألكت، لأن القلوب قال تعالى فلا يتدبرون القرآن، وتتكلم مع العرب الأقحاح الذين يفهمون لغة الكتاب، أم على قلوب أقفالها هي أقفال الغفلة والإعراض، أقفال المادية بحيث الإنسان ما قد يحس لها بالقرآن. إذن العجمة الضارة كانت باللسان وكانت بالجنان ضارة، وإن كان ظاهر كلامه محمول على الأولى. ثم جاد يقول إذ كل علم فمن القرآن وفيه أصل سائر المعاني، هذه ما أخذناها من آيات كثيرة، أن مناشئ العلوم كل من علم الكتاب، لأن الله أنزله بعلمه أي فيه علمه، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وقال تعالى في تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا عندما عمم الكلية هنا، قال من كل شيء تحتاجون إلا شد القيد، مرة تتقيد مرة ما تتقيد، قلت تبيان لكل شيء وقرأه بالقرآن، وحسبها قاعدة عند من الذي لا تحيط بعلم يسكت، دير التهمي المتشبه يسكت وفوت، لكن هاته بيقيد وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم الهبج، وإن كانت الكلية عامة الكليات مقيدة، ولكن حملها بعض العلماء على إطلاقها، ففيه مناشئ العلوم. لكن سيدي ومكان بعض أهل العلم انتزع لكل علم من العلوم الدائرة في الكون اللي كان الآن مسمات علوم تستحق أن تسمى علما أصلا من الكتاب، هذا العلم أصل لكل علوم، كتاب الله أصل لكل علوم، ماشي فيه تفصيل هذه العلوم، فيه أصول علمها. كشيء مع الأنثروبولوجيا وتاريخ الوجود، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قبل أن تكون سماء ولا أرض، تحدث القرآن عن أصول الخلق فقال إنها كانت في مرحلة دخانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي، نسيت أذكر نسيت لكم رسائل المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.